من العناوين نرحب بنجوم كرة في هذا المساء. أحمد العقيل، مساك بالخير أبو عبد العزيز. يا هلا والله وسهلا فيك في الأخوة المشاهدين، الشهر عليهم مبارك، وأبو أميرة معنا وأبو فيصل بعد غيبة، وإن شاء الله ساعة تكون سريعة وخفيفة. حياك الله يا أبو فيصل، مطول الغيبات يا أخوي. يا هلا عليك يا أخي. يا هلا أبو علي، إجازة بسيطة بس سعيد اليوم بوجودي معكم، سعيد بوجودي أيضا أبو عبد العزيز وأبو أميرة. إن شاء الله نقدم حلقة تاريخ المشاهدين. واسطتك قوية والله، تأخذ إجازة وسط الموسم. والله الحمد لله ما قصر بوجود عنا عليك باردة، لازم ناخذ السر وناخذ إجازة مثله يا أبو أميرة ولا لا؟ والله لازم، والله انا رحت شويه دبي يعني كم يوم كذا يعني. مسك بالخير يا ابو اميره، مسك بالخير حبيبي. مساك الله بالنور ابو نوره، تحياتي لك وكل عام وانتم بخير وكل مشاهديننا الان. وتحياتي بالتاكيد للعزيزين الغالين ابو عبد العزيز وابو فيصل، منورنا بعد غياب ان شاء الله، دائما منور معانا كذا بابتسامتك الجميله وطلتك الانيقه. ودائما ابدا جمهور كوره طبعا لهم كل الشكر والتقدير على متابعتنا الدائمه. جميل. نروح لجده حيث المنتخب السعودي ومعسكر الاعدادي ضمن ايام الفيفا التي تشارك فيها المنتخبات ما بين مباريات وديه او مباريات رسميه اذا كان هناك تصفيات كما في افريقيا. في اسيا تقريبا لان الامر محسوم الى 2024 تحديدا كاس اسيا، فان المنتخب السعودي يجري بعض المباريات الودية استعدادا لهذه البطولة. اليوم أمام فنزويلا خسر الأخضر بهدفين مقابل هدف، التفاصيل في التقرير القادم. تغلب منتخب فنزويلا بهدفين لهدف على منتخبنا السعودي في مواجهة ضمن مباريات فترة التوقف الدولية ومعسكر الأخضر المقام في جدة والمستمر حتى 28 من مارس الجاري. أولى فرص منتخبنا جاءت بأقدام القائد سالم الدوسري عبر ركلة حرة مباشرة، لكن تسديدته علت الشباك بعيدة. بعد ذلك جاء تهديد المنتخب الفنزويلي الأول على شباك الأخضر، لكن محمد العويس تصدى للتسديدة بنجاح، واستطاع الضيوف من خطف أول الأهداف عن طريق الهداف مارتينيز بصناعة من المخضرم راندون. والهدف الأول، الهدف الأول لفنزويلا، هدف جميل وحطة رائعة من جانب راندون. يتقدم المنتخب الفنزويلي، يعني خطف التغطية كان خطة فادح، وبالتالي استغل راندون حط الكرة كما ينبغي لجوزيف مارتينيز، سجل جوزيف هدف فنزويلا الأول. ليعود راندون بنفسه ويضيف ثاني الأهداف بتسديدة قوية من داخل المنطقة. راندون يسجل للمنتخب الفنزويلي هدف ثاني لفنزويلا. يعني لاعب مثل راندون يستلم في هذا المكان ويصوب براحته ويسجل هدف ثاني لمنتخب فنزويلا. اثنين اصبحت الان يا عويس، اثنين اصبحت فرحة الفنزويليات الحاضرات في ملعب المباريات، وهدف ثاني من جانب راندون لان يعتلي صدارة هدافي التاريخيين لمنتخب فنزويلا. شوف الكرة. وقبل نهاية الشوط استطاع مارتينيز من احراز ثالث الاهداف، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغى حكم اللقاء الهدف بداعي التسلل، لينتهي بعد ذلك شوط اللقاء بتأخر الأخضر بهدفين دون رد. وفي الشوط الثاني قلص القائد سالم الدوسري النتيجة بهدف الأخضر الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. يسجل ويقلص الفارق، هدف جميل ووصول أول للمنتخب السعودي. شوف اللقطة. وكاد صالح الشهري أن يعادل النتيجة برأسية خطيرة تصدى لها الحارس الفنزويلي بنجاح، وعاد الشهري ليهدد الشباك برأسية قوية، لكن الحارس تصدى لها مجددا ببراءة. وفي الوقت بدل الضائع سدد ناصر الدوسري كرة من خارج المنطقة، لكن تسديدته جاورت المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف
يذكر أن منتخبنا سيلاقي بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل في ختام المعسكر الإعدادي. هارد لك للمنتخب السعودي، مبروك للمنتخب الفنزويلي، تقييمك للأداء بشكل عام؟ شوف صراحة من آخر سنتين أو ثلاث سنوات المنتخب من رينارد تقريبا، المنتخب في المباريات الودية غير المنتخب في المباريات الرسمية، حتى في استعدادنا لكأس العالم الكل كان يضع يده على قلبه قبل، لأنه كانت مبارياتنا الودية ما كانت اللهم مباراة كرواتيا كان يعني الوضع فيها، لكن كل مبارياتنا الودية كان الأداء فيها ما هو مقنع، ما هو جيد، ما فيه يعني ما في ذيك الجمل أو الأشياء اللي تطمنك، لكن لما جت المباريات الرسمية الفريق لعب وظهر بصورة متميزة جدا. نفس الشيء في تصفيات كأس العالم، على الجانب الرسمي يكون أو المباريات الرسمية يكون اللعيبة في غاية الجودة، لما نلعب مباريات ودية يكون المنتخب بعيد كل البعد عن المستوى اللي تتأمله الفرق الجماهير السعودية. اليوم يعني هدفين أخطاء يعني كانت كوارثية جدا، أو شوط أول كامل كان ما هو وفق الطموح، حتى الشوط الثاني كان فيه بعض العودة من بعض اللاعبين وأداء يعني مقبول نوعا ما، ولكن ما هو الأداء اللي مأمول من المنتخب السعودي. أنا أشوف أنه لعبتنا في الفترة الأخيرة، وهذا شيء يحسب لوزير الرياضة بشكل خاص ووزارة الرياضة بشكل عام، أنه التحفيز اللي يجيهم في المباريات الرسمية هو من يصنع الفارق دائما. احنا نشوف المنتخب في سلسلة التصفيات في كأس العالم أو في مباريات كأس العالم يظهر بصورة جدا مميزة بسبب التحفيز القوي اللي يقدم من وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم، على العكس في المباريات الودية نجد المنتخب يعني جدا يقدم مستوى باهت ما يرضينا احنا كسعوديين في ظل هالدعم الكبير اللي قاعد يتقدم. لكن ما دام الشيء المهم هو اللي قاعد يتحقق، ما دامنا في كاس العالم نتاهل كاس العالم، ما دامنا نقدم مستوى ممتاز في كاس العالم، المباريات هذه الوديه ان شاء الله لما يجي كاس اسيا في قطر يكون مستوى المنتخب مثل ما ظهر في كاس العالم، هنا الشارع الرياضي بيكون راضي. لكن استمراريه الظهور الباهت للاعبين في المباريات الودية يجب أن يكون وضع دراسة هالظاهرة، ولا هي مرة ولا مرتين في أغلب المباريات. أتمنى من المسؤولين سواء عن المنتخب أو في الاتحاد أو في الوزارة دراسة هذه الظاهرة بشكل أكثر وأشمل. جميل. المنتخبات اليوم أنت تقارنها بما يقدم بالمنتخبات الأخرى أوروبية، مثلا حينما نتحدث عن مباريات أوروبية ودية نتحدث عن قيمة فنية عالية، يمكن ما ذكر أبو عبد العزيز هو صدى الشارع بشكل عام، تفاجأنا الحقيقة بالمستوى اللي غير مرضي بغض النظر عن النتيجة اليوم. شوف اليوم يعني أيضا هنالك يمكن غياب لثلث اللاعبين اللي يعتمد عليهم الفرنسي ريناد دائما، أو نعرف أن المدرب الفرنسي يعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين، هذه سياسته من بدأ تدريب المنتخب. اليوم يفتقد حسان تنبكتي، يفتقد ياسر الشهراني، يفتقد سلمان الفرج، يفتقد عبد الإله المالكي، عناصر رئيسية كان يعتمد عليها في التشكيل الأساسي. اليوم شفناه يجرب أربعة لاعبين يعني تقريبا جدد، هو يبحث عن مثل ما قال أبو عبد العزيز انه عن مثلا التجريب، تجريب الكثير من التكتيكات امام الكثير من المنتخبات، حتى يعني يرسم على الاقل يعني نقول حدوده الفنيه داخل الملعب في المشاركات الرسميه. يختلف المنتخب دائما في المباريات التجريبيه عنه في المباريات الرسميه. تكتيك المدرب اللي يصل لمرحله الكمال بعد عدد من المباريات التجريبيه، ايضا روح اللاعبين وحرصهم وحس المسؤوليه عندهم لما تقام المباريات الرسميه بالتاكيد انه يختلف.
احنا نتامل يعني في هذا الشيء انه يعني لا يستمر كثيرا، نتامل انه في المشاركات الرسميه يختلف وضع المنتخب عنه في المشاركات التجريبيه، لكن سياسه ريناد واضحه جدا يعني في المباريات التجريبيه انه لا يهتم للنتائج اطلاقا، يهتم الى الامور الفنيه اللي يحاول تطبيقها مع اللاعبين، وهي تختلف في كل يمكن مباراة حسب المنتخب اللي تواجهه، هو منتخب من أمريكا الجنوبية، منتخب أفريقي، منتخب أوروبي، منتخب آسيوي، ويحاول أنه يغير دائما من تكتيكاته الفنية، يحاول أنه يستوعب اللاعبين أو مجموعة اللاعبين اللي يعتمد عليهم دائما هذه الأمور، ودائما ما يظهر المنتخب السعودي بأفضل حال في المشاركات الرسمية. جميل. أبو أميرة، ما بين التحفيز اللي ذكره ابو عبد العزيز او حتى ابو فيصل في موضوع التجربه، اقول لك يمكن واحد من اسوء الاشواط اللي قدمها المنتخب السعودي مع رينار طيله فتره اشرافه هو الشوط الاول اليوم، واللي شاف الفوضى اللي حاصله في الهدفين يعرف تماما ان الشوط لم يكن جيد. هل هو ضريبه تغيير اللاعبين اللي ذكر ابو فيصل انه هناك اسماء جديده، ام نحن يفترض ان نهيئ انفسنا انه جيل كاس العالم في اسماء راح تغيب عن المشهد وتأتي أسماء جديدة تجهز لكأس آسيا، لذلك من حق المدرب أن يجرب ومن حق اللاعبين أن يخطئون حتى نصل إلى تشرب الخطة ما بين المدرب واللاعبين الجدد؟ طبعا يعني أنت ما شاء الله عليك ذكرت النقطة المهمة جدا اللي ذكرتها، أنه إحنا بنجهز لكأس العالم مش بس لآسيا، يعني بعد 9 شهور تقريبا احنا بنجهز تقريبا يعني لاعبين كثر ما نجزم، ولكن حيكونوا في اعمار 37 38 لاعب نجوم المنتخب السعودي في كاس العالم القادم، حيكونوا في هذه الاعمار، فصعب جدا انك تعتمد عليهم من الان، الله اعلم ممكن يكملوا، ولكن يجب انك تجهز جيل جديد. يعني انا بصراحه اوكي المنتخب الاولمبي عنده مشاركه وديه، بصراحه تمنيت يكون واحد زي مصعب الجوير في هذا المنتخب، عبد الله رديف وغيرهم من الظهير الايسر اللي في النصر اعتقد اسمه كشيش او كذا اعتقد، مثلا هذول حيكونوا بكاس العالم الجاي 25 24 المفروض يكونوا يعني في نجوم جدد في المنتخب السعودي. نقطه مهمه جدا ايضا سالم الدوسري ما شاء الله عليه، حتى هو قلناها كثيرا في البرنامج هنا، في ظل حتى انه مستواه يكون هابط في المباراه هو اللي يحسم المباريات، هو اللي يسجل، حتى في كاس العالم الاخيره شفناه مباراه الارجنتين مباراه المكسيك هو اللي مسجل اليوم هو اللي مسجل، ماذا لو غاب لاعب مثل هذا من المنتخب السعودي؟ بالتاكيد حيكون في خلل كبير على مستوى التسجيل للمنتخب السعودي، يجب نعمل الحساب هذا. سالم الان ما شاء الله كم 33 اعتقد او ما الى ذلك، فيجب اننا ان شاء الله يستمر فترات اطول واطول، ولكن يجب اننا نجهز ونشتغل على هذا، خاصه في اللاعب اللي ياتي من الخلف ويسجل. اوكي راس حربه مراكز اخرى نعم، ولكن لا ياتي من الخلف يسجل، في لاعبين ياتوا من الخلف لكن لا يسجلوا. سالم ما شاء الله عليه ذكرتها كثيرا وذكرها الاخوان انه حتى وفي ظل مستواه الهابط يسجل، وهذه ميزه وقدره كبيره في شخصيه اللاعب. عجبني ابو عبد العزيز في نقطه جدا مهمه ما اعتقد اثيرت قبل هذا الله اعلم، انه الحافز الكبير في المباراه الرسميه، نقطة جدا مهمة، أنا صراحة أول مرة أسمعها اليوم، يعني تقال كده في برنامج إنها تؤثر في المستوى، وهذه قوة كبيرة جدا من بلادنا الله يحفظها، ومتمثلة في وزارة الرياضة بتحفيز اللاعبين بمبالغ كبيرة جدا في المباريات الرسمية، سمعنا عن مبالغ يعني ما شاء الله خرافية، طالما بيفرحونا يستاهلوا، لكن في المباريات الودية بالتأكيد تعرف اللاعب عادة في لاعبين في المباريات الودية، انت ذكرت المباريات في اوروبا خاصة المباريات الكبيرة تحس انها رسمية، عندنا لا للأسف هذا الفكر الآن غير موجود، تشعر لو تروح تكلم اللاعبين قبل المباراة تلقاه ما هو في جو المباراة أصلا قبل المباراة بدقائق في المباريات الودية خاصة، لهذا نحتاج إلى تغيير هذا الفكر لأنه يطور، ترى أي تغيير في الفكر اللاعب يطور حتى في المباراة الودية. أتذكر كارلوس ألبرتو بيريرا يعني من النقاط اللي كان في احد معسكرات المنتخب كان يقول لنا مباراه وديه لكن نبغى نفوز ونبغى نقاتل ما نحب نخسر حتى في الوديه نبغى نفوز، كان يقول كذا، التعود على الفوز في اي مباراه في اي وقت في اي لحظه مهم مهم جدا. هي مباراه وديه اليوم، المدرب لعب 4-2-3-1 بعدين غيرها 4-4-2
لمدة ربع ساعة تقريبا لعب براسين حربة صالح الشهري وكمارا، رجع مرة ثانية غير كمارا، رجع للطريقة بنزول البيشي. يمكن كانت نهاية المباراة خاصة بعد دقيقة 60 المنتخب قدم عطاء أفضل، بدأوا اللاعبين يتحركوا بمرونة، البيشي أيضا نزل عمل حركة جيدة في المنتخب السعودي. عموما هي مباراة ودية، لكن نتمنى إن شاء الله المنتخب يتطور أكثر وأكثر. النقطة الرئيسية اللي حنتكلم فيها دائما وأبدا التغير في الكرة السعودية، كل شيء موجود الآن عندنا الحمد لله، دوري قوي، لاعبين أجانب على مستوى، دعم كبير جدا، العالم كله بيغبطنا عليه ويحسدنا عليه. يبقى انه احنا مباراة تجمع مثل هذا، والله جاء اللاعب الفلاني من استون فيلا، جاء اللاعب الفلاني من تشيلسي، لاعبنا الذي يلعب في هذه، ننتظرها بفارغ الصبر، نتمنى ان تكون قريبا ونعمل عليها حتى تكتمل الصورة في ظل دعم قوي، اهتمام قوي من الدولة، لاعبين محترفين في الخارج، تستكمل الصورة في المنتخب السعودي، سنذهب إلى كأس العالم ونلعب مباريات قوية ونقاتل ونتأهل لأدوار متقدمة. جميل، توفيق للمنتخب السعودي في مباراته القادمة، المباراة الثانية في هذه الأيام في أيام الفيفا. وأذكر بالإيجابية التي دأبت عليها وزارة الرياضة والوقوف مع جميع اللاعبين القدامى وكل الرياضيين، ومن ذلك ما خصصته في هذه المباراة والمباراة المقبلة من تخصيص دخل هاتان المباراتان إلى اللاعب سالم مروان وكذلك اللاعب يوسف السالم رحمهم الله وتغمدهما بواسع رحمته. فاصل قصير ثم نكمل تكرمه بالبقاء معنا.